عليك كاين العلف كاين الشناقه الشناقه طلع السوق ايوا كلشي غالي لا كلشي لا العجاله لا العجله كلشي غالي ومعزه معزه معزه ب 40000 ايه معزه ب 40000 سولنا على يضرك المهم الله يدير شي تاوي ديال الخير البوفري ما غادي يعيد توجهنا اليوم للسوق الاسبوعي ام حيريشو بالضبط مكان اللي كيتباعوا فيه الاضاحي للطوف لقينا بزاف ديال المواطنين وسولناهم حول اثمنه الاسباب ديال الغلاء اللي كتعلق هذه السنه ببيع الاضاحي اقبال كبير على السوق الا ان عمليه البيع كانت قليله وبعد ما سولنا مجموعه من المواطنين كانت الاجابات ديالهم مختلفه ابرزها كانت كتتفق على ان سبب الغلاء هم الشناقه سولنا ايضا على الخروف الاسباني هل هو متوفر ام لا وعطونا جواب على اساس ان الشناقه احتكروا السوق ايوا كلشي غالي لا كلشي لا العجاله لا المعز كلشي غالي ايوا والله شويه شويه الوقت شويه 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 الناس ما عندها فلوس عطينا اغلى حاجه كاينه في السوق ايوا الحولي حولي الغالي الثمن كاينه 80 100 110 120 كاينه 60 كلها ثمن ايوا والمعز هكاك شنو بالكم نتوما الاسباب ديال الغلاء ديال هذا الغلاء هو الخروف شنو السبب ديال الغلاء العلف غالي العلف اللي غالي كل شيء غالي لا شاري الخروف ب 50 100 من عام الاول ورا الفلاحه دعماتكم ايوا الفلاحه ما كاين بهاي ما كاين الربيع ما كاين الزرع ما كاين الوقت جفاف لا ما كاين كل واحد غيعيد والله واحد كله بيعي كله الجدو التوقع ديالك مستقبلا حول قبل العيد واش غتقدر تنقص محال لا ما تنقص لا ولا لا المحال لا غادي عارف زياده الغنم الله ها اخي ما شتو ديال اسبانيا ما لحقتو حد لينا رحبت ايوا ايه انا كساب الغنم الثمن كاين الثمن الثمن كاين كاين الثمن ولكن المليح عاوتاني المليح ديال الكسيبه ماشي ديال الحواس وداك الشيء ديال الكسيبه وديها شحال الثمن عندكم اغلى ثمن عندكم الثمن حنا جبنا درنا ثمن مع الشعب عندنا 54 عندنا 56 70 60 الثمن كاين ولكن شوف شوف الثمن كاين ولكن المليح عاوتاني كيضرب دور كاين العلف كاين الشناقه الشناقه طلع السوق الشناق الشناق باين الشناق ما كتلقاش عنده زريبه الشناق تلقاه واقف في السوق كيشري من عند كساب وكيبيع كيزيد الثمن هادشي اللي كاين قدام لماذا شنو رايك انت اللي دخلت الغنم ديال اسبانيا مثلا ما بانش لك الدور هنا دخلات لا لا دخلات دخلات كاينه كاينه عند واحد هي غنم اسباني كاينه دخلات دخلات ولكن الغلاء خودي راه كاين الغلا في السوق هاد هاد العواشر هذا راه لا اله الا الله الله يصبرنا وصافي والثمن كاين الثمن كاين الثمن من خل شي حاجه مليحه 95 الفوق ومعزه معزه معزه ب 40000 ايه معزه ب 40000 سولنا على يضرك المهم الله يدير شي تاوي ديال الخير البوفري ما غادي يعيد السوق ما سميتو اللي شت الجر ما كاينش قليل داكشي واحد جوج ثلاثة ما كاينش شي حاجة الجر والثمن كاين مرتفع مرتفع شوية الثمن كاين حتى 74 80 100 ساكنة ما ساكنة مازال ما كاين الجر الجر ما كاينش شنو كتوقع المستقبل ان يكون اسبوع من بعد تنتمنى نتمنوا ينقص واحد شوية شوية ويكون الرواج البوفرين ما غادي يعيش بهذا الحساب هذا هكا نتمنوا الله الله يرحمنا هذاك الشيء اللي نتمناو وخيرت الشناقة وغلاء العلف وتوالي سنوات الجفاف كانت سبب رئيسي في ارتفاع أثمنة الأضاحي هذه السنة الشناقة هو كان عنوان عريض هذا الأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتظار تدخل السلطات من أجل محاربة أشكال احتكار السوق والخروف الإسباني هو السبيل الوحيد اللي يقدر يكون أسهل بالنسبة للمواطن الودنوني اقتناءه في النهاية مجموعة من المواطنين كيتمناو أن أثمنة الأضاحي تنخفض في الأيام المقبلة